سالم سراج الدين. يا مرحب بسالم. مرحبا. أنت اسمك سالم أم سراج الدين؟ اسمي سراج الدين واللقب سالم. سالم بإذن الله عز وجل. سلمك الله. سلمك الله يا بني. إن شاء الله عليك وعلى شجاعتك الأدبية، ما شاء الله عليك. نعم. أخبرت أن سراج الدين يحافظ على صلواته، أليس كذلك؟ نعم. تصلي دائما؟ نعم. دائما؟ دائما. الله أكبر، ما شاء الله. والذي يعجبني فيك أكثر ثقتك في الله عز وجل ومحبتك للقرآن الكريم، أليس كذلك؟ نعم. وقالت أستاذته بأنه لا يحفظ المقطع إلا بعد أن يفهمه، صحيح؟ ما شاء الله. نعم. تحب أن تفهم الآيات التي تريد أن تقرأها؟ نعم، أحب أن أفهمها. لماذا؟ لأنني أحب تفسير القرآن. لماذا تحب تفسير القرآن؟ باش نفهم الآية كيفاه التفسير تاعها. وماذا تفعل بتفسيرها؟ نسمعها ونفهم واش قاعدة تقول الآية مثلا. الله أكبر، تصفيق عليه يا ولد. هذا طبق السنة على أصولها، كنا لا نجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل جميعا. ما شاء الله عليك. وقيل بأن سراج الدين يقلد الأصوات كثيرا في القراءات، أليس كذلك؟ نعم. تحب الحصري؟ نحبه بزاف؟ نعم كثيرا. الله أكبر، ماشي. تعجبني فصاحة هذا الشاب. ما شاء الله. نعم، حضور قوي. نعم، ما شاء الله، عنده فضول رائع، يسأل كثيرا ويحب السؤال دائما، ما شاء الله عليه. يلا، مستعد يا بني؟ نعم. يلا، من أين ستقرأ لنا الآن؟ تقرأ لنا سورة القلم الآن؟ شكون القارئ؟ القارئ نريد سراج الدين، وبعدين الفاتحة سنقول لك شكون القارئ. الآن يقرأ لنا بصوت سراج الدين. نعم. يلا يا سيدي، توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هم ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يا أبناء الجزائر، هذا سراج الدين قد فقد حبيبتيه، ولد
وقد فقد حبيبتيه، ومع ذلك انظروا إلى قراءته وشكل قراءته، إلى إبداعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأنا أستمع إليه دكتورنا الكريم، حضرني قول الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى الحقيقي هو الذي يملك عينين لا يقرأ بهما كلام الله عز وجل، لم ينظر بهما إلى كلام الله، بينما سراج ما شاء الله ذاك الحضور القوي في القراءة، ذاك يعني تحس أنه يفهم فعلا الآيات وهو يقرأها. جزاه الله خيرا وبارك الله في والديه. قرانا بماهر المعيق لنشوفه شويه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعبد الباسط تعرف تقلده؟ نعم. ما شاء حتى عبد الباسط؟ نعرف نقلده. يلا قلد لنا الشيخ عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد سراج الدين. نعم. استمع إلى الدكتورة راضية، تريد أن تقول لك شيئا، استمع إليها. في أول دخولك يا سراج الدين، نعم، يعني أنرت قلبي بكلمة قلتها، وهي كلمة في الحقيقة جعلتك تعظم في عيني كثيرا. أنت قلت أحب أن أفهم الآية قبل أن أحفظها، فهذا في الحقيقة يعني عرفت الطريقة إلى قلب اللجنة، تمام؟ وأيضا ترجمت ذلك فعلا في أدائك، لذلك أريده أن يمر مباشرة إلى الربع النهائي بحول الله تعالى، لهذا أعطيك تأشيرا. ربي يحفظك الأستاذة راضية. ما أحلى يطيب القلب من لقياه، ترف العين من رؤيا مزامير داود، طابت في لقاه يا بشرى يا بشرى، تلقى الصحب في نجوى من الأدنى إلى. أكرر وأقول أعطيت له التأشير لأنه يبصر القرآن بقلبه وترجمه بصوته وأدائه. وفقك الله بني، وهنيئا لك. أحسنت. أنت فائز. ما شاء الله عليك. إن شاء الله. ما شاء الله. أنت فائز، أحسنت.